بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبابي وأحباب شفية المغربية، لكم من السلام. إن شاء الله بحول الله وقوته غادي نحط واحد وصفة خاصة بالمحبة، طلبوها بزاف الناس وما قدرتش ما نحطهاش لأن الناس اللي تطلبوا أنا سنفذ. إن شاء الله بحول الله وقوته لابد أنكم الناس اللي عندهم مشاكل مع الأزواج ديالهم، عندهم السحر النفور، عندهم كاين البنت اللي مخطوبة ولكن الخطيب ديالها بعيد عليها أو ما بقاش بغاها تاهي تقدر تديرها، أو البنت اللي عندها شخص معين في البال ديالها تقدر تديرها. هي للمحبة فقط بأسماء الله الحسنى، وفي نفس الوقت جيدة في العلاج ديال النفور، أي نفور بحال دابا الناس اللي تيكونوا غير مقبولين مع الناس، بعض الناس تيكونوش محظوظين مع الناس، ما عندهمش حتى سحر ولا عين ولا حسد، ولكن الحظوظ ما عندهمش، إما تيكون عندهم القرين هو اللي أي قرين يكون عندها في الجسد ديالها، أو قرين تابعة أو قرين الحسد أو قرين ديالها اللي مزيود معها تخسرها ما بين الناس، يكون الوجه ديالها غير مقبول. إذا غادي ناخد جوج بيضات، غادي ناخد الحنة، غادي ناخد السكر. السكر لكن ديال شي مقهى شي قهوة، ناخد السكر ديما ناخد صاشية نخليها للقبول. وغادي ان شاء الله ندير الاسم ديالي، اسم ديالي، وندير الاسم ديال الشخص المعين. اول حاجه غادي نقرا عليها البيضه من غادي نحطها في الحنه. قبل ما نحطها في الحنه اللي غادي ندهن بها الجسد ديالي هذه الحنه مع السكر، ولكن غنبيت فيها البيضات اللي غادي نقرا عليهم ان شاء الله. غادي نهز البيضه اللي كتبت فيها الاسم ديال الشخص المعين، غادي نقرا عليها هاد القراءه، غادي نقرا عليها يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود، غادي نقراها 50 مره، وغادي نقرا يا جامع يا جامع يا جامع يا جامع 50 مره، وغادي نقرا هاد الدعاء من بعد ما غادي ان شاء الله نقول هاد القراءه. ان شاء الله بحول الله وقوته بعد ما حطيت البيضات اللي اسمي واسمه مع السكر، غادي ان شاء الله نقرب هذا الوعاء الى الفم ديالي، وغادي نقرا يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود 50 مره، وغادي نقول يا ودود ودني مع فلان ولد فلانه او جعله من نصيبي. اي دعاء بغيتي في الخاطر ديالك، غادي نحط اسم الجامع، يا جامع يا جامع يا جامع يا جامع، اجمع بيني وبين فلان ولد فلانة، اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمعني مع فلان ولد فلانة، اللهم بحق اسم الجامع أن تجمعني مع فلان ولد فلانة. ونقرأ اسم القريب، يا قريب يا قريب يا قريب، هنقراه 100 مرة، يا قريب يا قريب يا قريب، قرب لي فلان للزواج أو الخطبة أو أنه يدخل العتبة، يا قريب يا قريب يا قريب يا قريب يا قريب، حتى أكمل 100 مرة. ونصلي على الرسول، وغادي إن شاء الله نحط هاد الحنة بيتة
بيضة في هاد البيضات، بيضتين في الحنة. غادي ناخد الزهر، ماء الزهر اللي حطيت فيه قليل من الحنة، ماء الزهر اللي حطيت فيه قليل من الحنة. غادي نخلط به هاد البيضات مع الحنة مع السكر، نخليها بحال هكا، نخليها بحال هكا، ما غادي نحركها ما والو حتى للصباح، يبقاو الأسماء الفوق. غنغطيها بابي ألمنيوم مع السكر، مع إلى عندك ريحة، إذا عندك قنينة ريحة حاولي أنك ترشي الريحة، حاولي ترشي الريحة. غادي إن شاء الله من درت لهم هكا، من حطيتهم هكا، غادي إن شاء الله نغطيهم على أساس أنني بغيت المحبة. وغادي نبقى هنخليها في الغرفة ديالي مدة 3 أيام، وأنا تنقرأ هاد الأسماء بالعدد اللي عطيتكم، اسم يا ودود 50 مرة، يا جامع 50 مرة، وغادي نقرأ يا قريب يا قريب يا قريب يا قريب، قرب لي فلان ولد فلانة للمحبة وللزواج وللخطبة ولي تزوج يكون مزيان مع الزوج ديالو أي حاجة. وغادي إن شاء الله من بعد غادي ناخد هاد الحنة، غادي نخلطها يوم الثالث، غادي نخلطها، وهاد البيضات غادي نسلقهم في الماء العادي، في الماء العادي غادي نسلقهم، غادي نسلقهم، وهاد الحنة غادي إن شاء الله نديرها لليدية والرجلية، غادي ندير هاد الحنة لليدية والرجلية، وغادي نغسل الماء، نغسل، ناخد واحد الوعاء ونغسل فيه يدي ورجلي، وهذاك الحنة، هذيك الحنة نلوحها في مكان عاشب، لأنها شي بلاصة تكون زوينة فيها الورد، في هذاك نلوح في هذيك الحنينة اللي في هذاك الماء اللي غسلت بها يدي ورجلي، نطلعها ليديا، نطلعها ليديا ورجليا، ونغسل يدي في شي وعاء، وغادي نلوح هذيك الحنة في مكان عاشب. أما البيضات غادي نسلقهم، غادي ناخد القشور ديالهم، غادي نلوحهم مع الحنة. أما البيضة، البيضات غادي ناكلهم، تاكلهم البنت اللي طلبات الود وطلبات الجمع وطلبات القرب، هي اللي غادي تاكلهم. إذا كان الشخص قريب لها، الخطيب ديالها أو حبيبها، أو بغات انها يكون معها وياكل هاد البيضات، راه جيد، ما كانش غتاكلهم هي بوحدها، تاكل هذوك البيضات والقشور تلوحهم مع الحنة اللي غسلت يديها في وعاء مع الماء، وتلوح المكونات كلهم في مكان عاشب، لانه فيهم اسماء الله الحسنى، وفي نفس الوقت دارت بهم الفال ديالها، والفال كان بالرضا وبالمحبة وبالقبول إن شاء الله. وغادي إن شاء الله تنجح معك الوصفة إلا خدمتيها بالصفة والنية، وخدمتيها على نية الزواج أو نية الخطبة أو نية المطلقة ترجع للزوج ديالها، أو المرأة اللي عندها نفور باش ربي يسهل عليها هي ورجلها. وفي نفس الوقت البيضة للمرأة اللي عندها نفور تحاول انها هو ياكل بيضه وهي تاكل بيضه، والقشور يتلاحوا مع الحنه اللي غسلتي بها، غسلتي يديك في الماء ومن بعد لحسيها في مكان عاشب. المهم الحنه خذوا القدر ديال اللي غديروا ليديكم ورجليكم، قدر قليل باش ما تشيطش وما تلاحش، المهم غادي تدوزوا على يديكم ورجليكم، وفي نفس الوقت تلوحوها في مكان عاشب. سنعود للهضره، لان الهضره المغربيه بعض الناس ما تيفهموهاش، داكشي علاش سنعود للهضره وتركز على الكلام ديالي باش انكم تفهموا. يلا احبابي، ما بقى لي غير نقول لكم الله يزرع المحبه بينكم وبين المحبين ديالكم، ويزرع لكم الخير ان شاء الله. إذا عجبكم الفيديو خليوا لايك، دعموا القناة، فعلوا الجرس، تابوناو، بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.